مش بس يعني دلوقتي احنا بنعمل فاصل بقى، ولا عندنا تقارير كتير؟ عندنا تقارير بقى عن رمضان وعن طيب بقى الفوانيس، عشان دي رسالة بتعملها الدولة، احنا متشددين فيها قوي. نرجوكم جميعا انكم تنصتوا لهذه الرسالة من بائعي الفوانيس، من التراث بتاعنا الجميل اللي عملوه، والمعز داخل اللي يفتح القاهرة زمان 1000 سنة وزيادة، عملوا له شمعة كده عشان جاي بالليل، فحطوا شمعة على حتة خشبة عشان ينوروا له الطريق. مصريين فنانين. الشمعة دي بقت فانوس رمضان اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. اجيب بقى من الصين، وجيب من اندونيسيا، وجيب من باكستان، الصيت اللي في بقى، يعني شوف بقى هنعمل ايه. بنصنع جميع الفوانيس البلدي اللي هي المصرية الأصيلة اللي هي من أساس الفانوس دي، من عصر الفاطمي لما دخل الملك مصر هنا، فاستقبلوه بالكيزان طبعا مخرمة وفيها الشمع ينوروا السكة، ما كانش فيه زمان كهرباء ولا الكلام ده. فبعد كده اتعمل الفانوس ده في مصر. الصناعة عندنا المصرية مع الصنايع المصري بيطورها هو من نفسه، بيعمل لها فرم جديدة، بيعمل لها رسومات جديدة، بينزل طبعات جديدة، لأن جميع العرب بتاخد مننا بقى. يعني مش قادر أقول لك صدرنا قد إيه للعرب، خدوا مننا فوانيس أكتر من باعت في مصر. الفوانيس دي حضرتك، إحنا الأول كان المنتج الصيني كان واكل السوق عندنا كله. اما سيادتك لما جينا اخترعنا احنا في حاجات تانية. يعني كان الفانوس الاول بينزل فانوس صفيح، بقينا احنا بنعمل له شغل القماش الخياميه، وبنعمل له قطنات، وبنعمل له شغل، وعاملين شغل فيه فسوس معدلين فيه. الفانوس القماش كده بقى له بالظبط دي 5 سنين، انتشر السنه دي جامد بسبب ان الصيني بدا يتوقف شويه من البقى، والصاج طبعا ما كان يعني اللي بيجي بيشتغل في الفانوس الصاج لازم بياخد فتره قبليها، فطبعا كانت حته فانوس الصيني ان هو يقف كان ما بلوش مسافه كبيره، فالفانوس ده اسرع من فانوس الصاج تصنيعه. اما جاء حضرتك القرار اللي نزل بتاع السيد رئيس الوزراء اللي هو بمنع الاستيراد، التجار الكبيره ايه عندهم خامات هم مشترينها من قبل منع الاستيراد، رفع سعرها، بتضطر انت بتاخدي على الغالي. لو التاجر حاطط في دماغه ان هو ايه يكسب قليل يبيع كتير هتبقى احسن من كده بكتير، لكن التاجر حاطط في دماغه ان هو مثلا حط مثلا مبلغ في 1000 فانوس فعايز يلمه 1000 جنيه مثلا 2000 جنيه، فعايز المهم 3 4000 جنيه اخر الموسم. السنه دي مثلا تزيد بتاع 40% عن السنه اللي فاتت، الخامه كلها غليت وغصب عنك بتبيع غالي. مش حاسين بقرار دلوقتي، قرار نحس بيه السنه الجايه. ان القرار جه حضرتك ايه ست رئيس الوزراء طرح القرار، طرحه متاخر، كانت الناس استوردت. السنه دي هو اللي استفاد، لان الفانوس مثلا كان بيتباع مثلا ب 20 جنيه، هو دلوقتي هو بيبيعه مثلا ب 30 وب 40. هي الفكره هنا ان هو مثلا توقيف الاستيراد مش للفانوس الصيني بس، للبلد عامه كلها هتبقى فيها حركه وهتبقى فيها شغل. انتعاشة لا، بس في حركه في البلد لسه اللي انتعاشة في الحركه، يعني ان شاء الله هتولد اللي انتعاشة. شكرا سلمى عزاز. بيطوروا في الفوانيس، وقرر رئيس الوزراء قرار حكيم وممتاز زي ما لقونا انه كانوا الناس استوردوا خلاص، ما تشتروش انتوا بقى، يعني حتى غلوا عليكم. خلي بالك هو مستورده بالرخيص لما لقى في يعني بضاعه قليله فراح مغلي، فخليه هو ياكله في رمضان وهو فاضي، يعني ساعه الفطار يبقى ياكل الفانوس ده، هنشتري الفانوس بتاعنا الصناعه المحليه. انا مش بقول لك ما تشتريش حاجه من بتاعه بره، لا اشتري زي ما انت عايز، بس عندنا صناعات زي ما قال لك الاخ ان الدول بتيجي تاخدها من عندنا، نقوم احنا نطيرها، نقوم احنا نضيعها، ما ده مش ممكن يكون مقبول. تقوم ندعمها ازاي؟ يعني الناس دي تشتغل ازاي؟ نشتري منهم يبقى عندهم فلوس يقدروا يصنعوا ويطوروا والدوله تساعدهم باي شكل من الاشكال، وبعدين يقدروا يصدروا ونساعدهم في هذه المساله، بحيث انه ده اللي بيعمل الحاجات الصغيره دي بتبقى زي البازلز كده، تكون امه كويسه، امه شغاله بتعمل صناعات مخصوصه حلوه. والصناعات اليدوي دي غير صناعات المصانع، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بيبقى فيها روح، بيبقى فيها حياه، تحس ان الصناعي اللي عاملها وتلاقي فيه غلطه هنا وغلطه هنا وغلطه هنا،
دي بتبقى جزء من الحكايه يعني. طيب يا ميش رمضان، انتوا عارفين انا ليه رايي في القصه دي، بس هنشوف اسعاره مع بعض. مش السنه دي اعتبر اختفى منه القمر الدين السوري، لان طبعا سوريا فيها حرب، فالقمر الدين المصري نعشم ان هو يلاقي جوده، يكون بجوده حلوه ويلاقي اقبال من المستهلك المصري. الاسعار السنه دي الناس بتشتكي من ارتفاعها برضو بالنسبه للبندق واللوز ولين الجمل بقى ده، يعني لازما في الاول يعني بيبقى عليها الناس بتنخشات، هو بلح على واحده قراصيايه على مشمشايه، يعني الحاجات اللي هي في متناول الايد يعني. اشتريت بس حاجات محدوده يعني، بس كل حاجه مولعه يعني. لقيت البندق لمؤاخذه ب 164 جنيه واخد بالك، وعين الجمل لمؤاخذه ب 75 جنيه. جبنا بلح وجبنا قمر الدين وجبنا زبيب وجوز الهند والحمد لله على كده. الاسعار عاليه عشان بتاعت ال 50,000 دولار لعمران المستوردين دي، ليك تحويل في الشهر 50,000 دولار عشان يحكم يعني السوق السوداء والكلام ده. فطبعا اللي كان بيجيب حاويه بقى يجيبها بدل على الشهر يجيبها على اربع مرات على اربع اشهر. الاسعار ارتفعت من كده. الاول كان كل واحد بيجي بعياله، كنا بنفتح اكتر من كده، كنا بنجيب فوانيس جنبينا وكل حاجه. يعني السنه دي ايه، على ما فيش شغل زي الاول. احنا كنا بننزل الاول عشان نجيب الحاجات دي كلها، نلمها التشكيله بتاعتها كلها، كنا ننزل موسكا عشان نوفر لنا 10 15 جنيه. اما النهارده انت الاسعار يعني كنت بتجيب كيلو هتضطر تجيب نص. بالنسبه حتى للصنايعي والموظف النهارده بقت العمليه في الركود خالص، ممكن يجيب له بلح بتاع 5 كيلو مثلا بلح، برده لفتين قمر الدين، حاجات برده المعقوله. الواحد بيقضي اول الشهر طالما دخلت بقى جت رمضان وعدى اول 10 ايام، بعد كده بينشغل بقى بالكحك وبينشغل بلبس العيد. انا كبياع بوجه رساله للناس، واخد بالك انت في ظل الاسعار دي وحال البلد، واخد بالك انت مفيش داعي لافوره بقى المكسرات الغاليه جدا دي. يعني البندق 155 جنيه الكيلو، واخد بالك بينقص منه يا عمي. الناس الشارع اللي على قدها، واخد بالك انت، ورمضان بيتقضى يعني، هي السنه في شوط البلح كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. معلش طبعا اللي حصل في سوريا اثر، بيقول لفت القمر الدين بقت ب 40 جنيه، لكن معلش ان شاء الله تعود لنا سوريا ان شاء الله. معلش ما حاولوا السنه دي، تعالوا نحاول كده يعني انا شخصيا نصحت اصحابي واللي يعني الناس اللي اعرفهم ان ناخد بلح عشان نبقى مع بعضينا كلنا، وزبيب نحطه في صينيه الكنافه حلو، مع بس الناس بتعمل كريمه في الكنافه حلو كويس، وفي القطايف حط شويه زبيب يمشي الحال. ما تقهرش نفسك، ما تتضايقش، ما تحسسش نفسك بالعجز، هي الدنيا غالية والدنيا مجنونة، لكن الغني هو اللي غني عن الحاجات ديت، مش الغني اللي معاه فلوس بس، لا الغني اللي هو مستغني مش فارقة معاه. ومعلم ولاده كلهم الحاجات غالية ما تلزمناش، هات لهم برضو شوية حاجات حلوة، شوية زبيب، لفة قمر الدين، يمشي كده في أول يومين رمضان وخلاص على كده ماشي الحال، لأن احنا بنمر بظروف صعبة. وأنا دعيت كل الناس اللي عندهم قدرة ان هم يتعاطفوا معانا، يعني يتعاطفوا معانا، ما بقاش في تهافت على شراء الحاجات كده، يعني نحاول نحس ببعضينا شويه. ودي يمكن فكره كانت لسه معايا زميلتي العزيزه دعاء عامر، كانت موجوده مع قابلتني في الاستوديو، فكره العمل الاجتماعي وعمل الخير. انا عارف ان المصريين بيعملوا خير رائع، بس عايزين زقه شويه، يعني محتاجين زقه شويه. بس عموما يعني انا فكرت كده، ممكن تفكيري ما يعجبش ناس كتير، معلش، بس يعني هو رمضان ليه افكار كتير وليه حكم للصبح، يعني زي ما انت عايز تقول. احنا عملناه تمثيليات وبتاع، مش وحش على فكره التمثيليات، الناس بتتبسط، خليهم يتبسطوا ويستمتعوا بالمسلسلات. انا حتى الاخ اللي قال مسلسلات وبتاع، خلاص ده الناس بتتبسط، خليها تتبسط زي ما عايزه، والممثلين بيساعدوا الناس تتبسطوا. عايز تصلي صلي زي ما انت عايز، تقرا قران وقت ما انت عايز، اتبسط زي ما انت عايز بالطريقه اللي تعجبك، بس وحياه النبي ما تتقهر وتقول لي مش غالي. يا سيدي مش مهم، ما تتضايقش ولا تضايق اولادك، مش مهم السنه دي، يعني مش مهم السنه دي. اما اصحاب المراكز والمناصب والفلوس والحاجات ديت، اذا كنت ناوي تاكل يا مش كل زي ما انت عايز، بس برضو ادي بوابك، ادي الناس اللي حواليك، لو كل واحد عمل كده الدنيا تبقى احسن شويه.